استعادت النفس، ده اللي نقدر نقوله بعد النكسة 67. مصر بكل قوة قدرت ان هي تستعيد نفسها لغاية ما وصلنا لحرب 73 وحققنا النصر. ده قدر يتحقق ازاي؟ هو اسماعيل الحقيقة كنت في احد اللقاءات هنا برضه في البرنامج بتاعكم الذي يستحق كل التقدير والاحترام. شرف بحضرتك دايما يا فندم. تذكرت هذه النقطة الحقيقة، ويمكن بيخطر في بالي دايما ان انا بقول عليها ملحمة اكتوبر، لانها فعلا ملحمة. ففي اعقاب عدوان 5 يونيو 67، ورغم ان الظروف الصعبة للغاية سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا، وما فيش حلول وما فيش امكانيات ونفسيا كمان يا سيادة، ما انا بقول اجتماعيا الشعب كان مشحون، ففوجئ بان الارض اتخذت في 6 ايام. ويمكن الاحساس ده وصل كان لرئيس مصر الله يرحمه الرئيس عبد الناصر، فحب يتنحى. اجابتي بقى لحضرتك، شعب مصر قال له ايه؟ لا، ده انت تقعد وتستمر. وراحوا محددين هدف استراتيجي. الشعب قالوا له ايه؟ لابد ان نسترد حاجتين، نسترد الارض ونسترد الكرامه المصريه وشرف العسكريه المصريه. طيب ازاي في الظروف الصعبه قوي دي سياسيا واقتصاديا وعسكريا واجتماعيا ونفسيا وكله، ومع ذلك استطاع هذا الشعب نتيجه التلاحم، ودي نقطه مهمه جدا، لما بنبقى كلنا ايد واحده اكيد النتيجه بتختلف. صحيح. ليه؟ لان كان في تلاحم ما بين القياده السياسيه والجيش والشعب. الحقيقه حصل بقى نقول ايه، هدف واحد، الكل يسعى لتحقيق هذا الهدف، وبالتالي نجحنا في ان احنا نحرر الارض. قعدنا كم سنه بقى عشان نحرر الارض؟ عسكريا 6 سنين، سياسيا وتفاوضيا عشان الانسحاب 9 سنين، تفاوضيا وتحكيميا عشان طابة 7 سنين. يعني 22 سنة قعد أبناء هذا الشعب العظيم الحقيقة في صراع، في قوة وإصرار وتلاحم، أن لازم نرجع آخر شبر من أرض مصر. دي الجزئية الأولى. طيب الهدف الثاني كان إيه؟ كيفية استعادة الكرامة المصرية وشرف العسكرية المصرية. دي تمت بقى بسميها أنا في أيقونة المعارك. أيقونة المعارك يعني في المرحلة دي ال 22 سنة تم العديد من المعارك، الحقيقة ما هيش معركة واحدة طبعا. العديد من المعارك. خلاص أعظم معركة من وجهة نظري أنا الشخصية طبعا اللي هي نقول يوم 6 أكتوبر. يوم 6 أكتوبر دي بسميها أيقونة المعارك، اللي بنجاحها الحقيقة تحقق باقي أوجه النجاح في المعارك الأخرى إلى أن استردينا الأرض والكرامة مرة أخرى. طب في معركة، أنا بسميها معركة رمضان بالمناسبة برضه، لأنها كانت يوم 10 رمضان. طب نجحنا في استعادة بقى نقول إيه شرف الكرامة المصرية والعسكرية المصرية في قد إيه؟ في 22 يوم. يبقى استردينا الأرض مدة الحرب. اللي هي فترة الحرب من يوم 6 أكتوبر لغاية يوم 28 أكتوبر. طيب الملحمة دي تمت إزاي؟ كان في صراع عسكري 6 سنين. الصراع العسكري 6 سنين بدأ زي ما حضرتك في بداية تساؤلك، الله طب ازاي انتم الظروف الصعبة قوي دي قالوا ان مصر اصبحت جثة هامدة ولن تقوم لها قائمة قبل 20 سنة لا جيشها ولا الدولة. خلاص حالة من الانهاك التام. ما جميع الاوضاع زي ما قلت لحضرتك كده صعبة للغاية، ما فيش امكانيه في اي حاجه، لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا ولا ولا ولا. نسال بقى نفسنا، طب ازاي جيل الاباء والاجداد انتوا في 3 4 سنين اعدتوا بناء الجيش المصري تاني اللي قالوا 20 سنه؟ رغم ان ما فيش امكانيات، انما تم اعاده بناء الجيش المصري في 3 4 سنين. ويجب ان نتذكر الحقيقه كل من كان له بصمه لصالح بلده صحيح نتذكره الحقيقه بالخير. فانا بتذكر
الفريق محمد فوزي والفريق عبد المنعم رياض، لان دول كان ده كان ده وزير الحربيه وكان ده رئيس اركان حرب القوات المسلحه، اللي استشهد يوم 9 مارس في على الجبهه في اثناء نقول القائه بالجنود اللي قاموا بالاشتباك مع الجانب المعادي في احد المعارك اللي تمت على الجبهه في مارس سنه في الاستنزاف؟ كانت 69 مارس 69. ففي الجزئيه دي الحقيقه بقول الله، طب واحنا بنبني الجيش المصري هنسيب العدو بتاعنا كده قاعد في سيناء متخيل انه خلاص استولى على سيناء؟ لا، ده لازم يدفع ايه؟ ثمن. الثمن طبعا. ف واحنا بنبني الجيش المصري في نفس الوقت قلنا لا، لازم ياخد العدو ده ياخد الجزء المطلوب. فأوجدنا ما أطلقنا عليه في تلك المرحلة الحقيقة حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف عشان أبسط الأمور للسادة المشاهدين الحقيقة يعني، وعشان نتذكرها كلنا ككل أجيال، بحاول أوجد أرقام تبقى سهلة. حرب الاستنزاف مدتها تقريبا 1000 يوم عشان ما حدش ينساها. حرب حوالي 1000 يوم. الألف يوم دول منهم نصهم حوالي 500 يوم قتال، أعمال قتال فعلي على أرض الواقع. كان كل يوم، تخيلوا حضراتكم بقى، كل يوم في ال 500 يوم دول أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة إن القوات المسلحة كل يوم تقوم من 8 إلى 10 عملية. الجيش ده ياخد جزء، والجيش ده ياخد جزء، والقوات الخاصة تاخد جزء، والطيران ياخد جزء، والأطراف الأخرى تاخد جزء. يوميا بتوزع العمليات دي عليهم. بحيث من 8 ل 10 عملية كل يوم. طب لو حسبنا بقى في ال 500 يوم 8 ل 10، يبقى حرب الاستنزاف دي بقى تم فيها كم عملية؟ 5000 مثلا. فوق ال 4000 عملية. يعني شوفوا الرقم يعني ده، يعني مهدت بشكل كبير للنصر. تبين عظمة الأداء اللي كان موجود، رغما عن إيه بقى؟ ما عظمة أكتوبر الحقيقة، تسمحوا لي يعني كأبنائي يعني، إن الإمكانيات كانت محدودة. انت ازاي بالامكانيات المحدوده والظروف الصعبه بتقوم بمثل هذا العمل العظيم الحقيقه؟ ف حرب الاستنزاف الحقيقه ما خدتش برضو حقها، لان انا اقول ايه يعني، انت متخيل 4000 عمليه كان بدت العدو خسائر كبيره جدا في الارواح او في التسليح والمعدات وخلافه. طبعا، ودربت كمان الجنود، كانت ساحه معركه، انت بتتدرب على ساحه هي المعركه. اطلقنا عليها يمكن ايه التطعيم للمعركة الأكتوبر، المعركة نتدرب لحرب يعني أكتوبر. دي كانت بداية التطعيم للمعركة الرئيسية اللي تمت في أكتوبر. طيب لما إسرائيل تكبدت الخسائر الكبيرة دي بتعمل إيه إسرائيل؟ حضرتك بتعمل إيه إسرائيل؟ بتلجأ لمين؟ بتلجأ للولايات المتحدة. لجأوا الولايات المتحدة وطلبوا منهم أن الولايات المتحدة تعلن إيقاف النظام. كانت مبادرة روجرز وزير الخارجية الأمريكي في أغسطس 70 لإيقاف النظام. فإذا عدنا بناء الجيش المصري في 3-4 سنين، وفي نفس الوقت قمنا بحرب الاستنزاف. طيب إسرائيل نتيجة الضربة اللي تمت في 5 يونيو 67 نجحت في أنها تخرج معظم الطيران المصري أو القوات الجوية المصرية خارج الخدمة العسكرية. فكان موقف الطيران عندنا موقف صعب. وكان لديها هي في تلك المرحلة الحقيقة انها تحصلت على احدث ما هو موجود من منظومات الطيران في العالم. وبالذات الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا. فكان موجود عندها بقى طيارات الفانتوم، احدث ما موجود، الطيارات السكاي هوك، الطيارات الميراج، واحنا عندنا يا دوب عدد محدود من الطيارات الميج والسخوي خلاص. فكان هناك تفوق كبير جدا في القوات الجويه الاسرائيليه، لدرجه انهم في اسرائيل اطلقوا عليها من وجهه نظرهم يعني انها اليد الطوله الذي يستطيع من خلالها ان يقوموا بضرب اي هدف من الاهداف اللي موجوده داخل مصر. ومع ذلك عملت معركه القوات الجويه في 15 اكتوبر. لا، مش معركه الجويه بس. ده نفسي تقول لي ده على سبيل المثال. دي بالظبط، دي احد الامثله. ازاي تعاملتوا بقى يا مصر وانتوا ما عندكوش طيران؟ ما انا عشان اعيد بناء الطيران تاني، وعشان يوصل لمستوى القوه اللي وصل ليها الطيران الاسرائيلي دي عايزه سنوات طويله. طيب في المرحله دي اللي هم بيهددونا فيها
وضربوا اهداف مدنيه بالاضافه للاهداف العسكريه، هنسكت؟ لا. انشانا بقى ما اطلق عليه في تلك المرحله الحقيقه قوات الدفاع الجوي. قوات الدفاع الجوي دي برضو منظومه، يعني الواحد كل ما بيتذكر كده اكتوبر بتبين عظمه المصريين. تخيل حضرتك بتنشئ سلاح جديد، طب فين الخبرات اللي موجوده وفين وفين الامكانيات وفين وفين؟ انك ازاي في برضه سنتين ثلاثه تبني هذا السلاح وتوجد منظومه دفاع جوي، اوجدت ما اطلقنا عليه حائط الصواريخ في ذلك الوقت اللي كسر ايد الطيران الاسرائيلي. الطيران الاسرائيلي وصل الى مرحله رغم انه لديه التكنولوجيا الاعلى ما يقدرش يقرب من الحدود المصريه او يخترق خط القناة نتيجة وجود الدفاع الجوي اللي تم. فدي المعركة رقم حضرتك ثلاثة بقى، يعني ادي ثلاث معارك. اوصل بقى للبداية اللي حضراتكم تقدمتوا بيها الحقيقة، ودي برضو بقول معارك كثيرة، معركة من المعارك العظيمة جدا. نسأل نفسنا كده، كيف استطاع المصريون ان يخدعوا جميع اجهزة مخابرات العالم؟ حطوا عنوان كده بما فيه المخابرات الامريكية وبما فيه المخابرات الإسرائيلية اللي كانوا بيعتبروا نفسهم من أقوى أجهزة المخابرات في العالم، بمنظومة خداع استراتيجي الحقيقة. وعلى كل المستويات الأخرى اشترك فيه كل الجهات التي يمكن أن يكون لها تأثير. يعني من أول فكر كده الرئيس السادات رحمة الله عليه للخارجية المصرية، لوزارة الإعلام، للقوات المسلحة، للمتخصصين في الشؤون المرتبطة بإيصال المعلومات، إن إزاي نوصل في النهاية رسالة للطرف الآخر ونحن نستعد للحرب. إزاي توصل له رسالة إنك غير قادر على الحرب، غير قادر وفي حالة غير إحباط قادر وفي حالة ضعف وفي حالة إنهاء، بتسعى للحلول السلمية. يعني إزاي تخليهم قاعدين إيه بقى، نقول هاديين كده، ما يفكروش ان احنا مطمنين. وبعدين الاهم برضو نقطه مهمه لحضراتكم وللساده المشاهدين، هم من الحاجات اللي خلتهم يبقوا مطمنين نسبيا، ما هم عندهم في عقيدتهم ان مجرد ما يستشعر الخطر يبدا الضربه. يعني هو ما عندوش يستنى الايه، طب ليه ما بداوش الضربه في 6 اكتوبر؟ لانهم كان حساباتهم كلها ودي عظمه الملحمه حضرتك سمحتيني يعني، وانا عشان كده بسميها ملحمه. ليه؟ لان هذه الملحمه كيف استطاعت ان تحول المستحيل الى الممكن، كيف استطاعت ان هي تهز اركان هذا الكيان الاسرائيلي، كيف استطاعت ان هي تقوم بعمليه عسكريه تعتبر من أصعب المعارك العسكرية في تاريخ العسكرية في العالم كله فيما يتعلق باقتحام الموانع المائية ومهاجمة المواقع الحصينة. فكان الحقيقة معركة الخداع الاستراتيجي دي من أهم المعارك والأسباب اللي أدت إلى النجاح. ثم بقى في الآخر المعركة المهمة قوي اللي هي بسميها أيقونة المعارك، اللي هو يوم 6 أكتوبر، يوم ما نجحنا بقى في اقتحام خط بارليف وتدميره وتدمير قوات العدو في العمق، ثم بعد ذلك صد كل الهجمات اللي تمت من الجانب القوات الاسرائيليه وتجربتهم هذه الخسائر، الى ان تدخلت الولايات المتحده الامريكيه. دي برضو معلومه عشان يبقى الساده المشاهدين متفاهمين الابعاد الاستراتيجيه، لان احنا بنتحدث يقول لك طب انت ما عملتوش ليه دي؟ طب انت يعني بيتكلم تكتيكيا على ارض الواقع في بعض الامور. الحروب دايما فيها معارك، انما الحرب لماذا نقوم بالحرب؟ نسأل نفسنا كده. الحرب ما هي إلا أداة من أدوات السياسة، ولا تلجأ إليها إلا عندما تشعر إن أمنك مهدد أو إنك مش قادر تحقق مصالحك ومفيش وسائل أخرى لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا، فبتلجأ إلى الشق العسكري أو الحرب لتحقيق للضغط على الطرف الآخر عشان تحقق الأهداف السياسية. إذن الهدف من الحرب هو تحقيق الأهداف السياسية. عظيم. وكان الحقيقه ده هذا الهدف كان واضح جدا بالنسبه لنا، ان كيف يتم تكبيد العدو حجما من الخسائر وارسال رساله ليه انه لابد ان يلجا الى الحلول السياسيه. طيب احنا اتكلمنا عن جانب التسليح في
في هذا التوقيت إمكانياتنا كانت محدودة وقدراتنا كانت محدودة، لكننا تفوقنا بعقيدة المقاتل المصري. ده البطل الحقيقي. يعني هي دي نقول إيه؟ يعني نسأل السؤال بشكل عكسي بقى، من البطل الحقيقي لهذه الملحمة؟ هرد على حضرتك أقول لك إيه؟ الإنسان المصري. أيا كان هذا الإنسان، سواء كان مواطن أياً كان أم موقعه، سواء كان عسكريا أو مدنيا، وعشان كده أنا بسميها ملحمة. ليه؟ لأنه كل قام بدوره الحقيقة، يعني القوات العسكرية أو الجيش المصري قام بدوره على أكفأ وقت. الناس السياسيين اللي كانوا مرتبطين بعملية التفاوض والانسحاب قاموا بدورهم، ده قعدوا 9 سنين يتفاوضوا مع الجانب الإسرائيلي مجرد للانسحاب، 9 سنين. رجالنا المتخصصين ذوي الخبرة في المجالات المختلفة القانونية والجيولوجية وخلافه عشان طابة قعدنا 7 سنين. فهي منظومة شارك فيها الجميع، كل في إطار هدف واحد. كيف تستطيع مصر أن تستعيد الأرض والكرامة مرة أخرى؟ إزاي بتم تحفيز المقاتلين في أرض المعركة؟ لا، هو المقاتلين عظمة مصر، عاوز أقول لك كده بصراحة برضو. أنت عايز تشوف المصريين، تعال شوف الجندي المصري. الجندي المصري، الجندي المصري هو الذي يمثل كيان الشخصية المصرية. وبقول دي من مش مجرد حديث، لا دي من خبرة تعامل يمكن 40 سنة في القوات المسلحة، واخبر حضرتك. شوف الجندي المصري ده أو الإنسان المصري ده في المواقف الصعبة. ليه؟ لأن ربنا برضه لازم نبقى عندنا قناعة في الحتة دي، أن الخالق سبحانه وتعالى أوجد فينا كمصريين، بسميها كده البذرة، البذرة الطيبة اللي فيها من جواها طاقات كامنة كثيرة جدا. المكنون الداخلي ده، انت مجرد بس انك انت ايه تنجح في انك انت تخرج هذا المكنون اللي جوه، فشوفنا اللغم البشري يديك عطاء، عطاء بلا حدود. وبعدين من جيل لجيل لجيل، يعني حتى صحيح. الصوره للجندي اللي كان موجود ايامنا احنا بيقرا القران وما زال لغايه النهارده. خلاص شوف الجندي برضو النهارده في المعارك اللي قاوم فيها الارهاب وهو خلافه، هو نفس المشهد بيكرر، نفس الانسان المصري العظيم. فبقول في الجزئية دي البطل الحقيقي، ممكن عشان نوجد لها تفصيلة ما تبقاش نور عمومية كده، هو الإنسان المصري. إنما من أحد المعالم الحقيقة اللي أدت للنجاح ده هي شخصية الرئيس السادات. يعني يجب أن نعترف لهذا الرجل العظيم طبعا. الحقيقة بأن كان له دور عظيم في كل ما هو متعلق باسترداد الأرض والكرامة مرة أخرى بالنسبة لمصر، سواء في الحرب أو في السلام. هل النقطة الأبرز كانت في فكرة الخداع الاستراتيجي اللي بيعود الفضل فيها للزعيم الراحل أنور السادات؟ ده هما حضرتك قالوا إيه؟ قالوا عليه إيه؟ فكرتيني حضرتك دلوقتي بحاجتين الحقيقة. الأولانية إن هما القيادات السياسية في إسرائيل قالوا أن أكبر نقطة من نقاط الخداع اللي تمت هي شخصية الرئيس السادات. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، وتذكر ان اول مقابلة ما بين كيسنجر اللي كان وزير الخارجية الامريكي والرئيس السادات في لقائهم هنا في مصر، اول ما قعد كده راح سأل الرئيس السادات، قال له يعني انا من وجهة نظر هو ككيسنجر يعني بيتكلم، بقول له خبرتي في السياسة بقى لها سنين وكنت دائما ناجح ولم يستطع احد ان يخدعني، فأنا عايز أعرف منك إزاي أنت قدرت تخدعنا فيما تم في أكتوبر 73؟ لا، هي حضرتك تسمحي لي، أنا بقول منظومة ودايما كده يطلع من القلب الحقيقة إحساس شخصي، بقول فيه إيه؟ عندما تجتمع العناية الإلهية مع الأصالة المصرية لأبناء مصر اللي بيحبوا مصر وبنبقى لحمة واحدة، محدش يقلع على مصر، وهنعمل ما نستطيع ان نحققه لصالح مصر ولمستقبل مصر ولمكانه مصر. عظيم. طب احنا عملنا خطه خداع استراتيجي، يعني ما فيش بعد كده وقدرنا ان احنا فعلا نخدع العدو، ومن ضمن خطه الخداع الاستراتيجي هي اختيار موعد الحرب. المشير الجامسي راح في هذا التوقيت لرئيس الاركان اللواء اركان حرب فهمي نحله، او مش رئيس اركان، اللواء اركان حرب فهمي نحله، كان رئيس التخطيط في عمليات القوات المسلحه. كان عقيد في ذلك الوقت.
فطلب منه في هذا التوقيت انه يختار ميعاد للحرب، وكان في مجموعه من التواريخ كده كانت مقترحه، لكن في النهايه تم الاستقرار على هذا اليوم، على يوم 6 اكتوبر. السبب في ده ايه يا فندم؟ لا هو نقول ايه، ده جزء من منظومه. يعني التوقيت ده جزء من العمليه. تمام. من ضمن الملامح الرئيسيه اللي يجب ان احنا نستفيد منها الحقيقه من جيل لجيل، اللي بنقول كيف نستلهم روح اكتوبر، لان لازم نخرج بدروس المستفاده عشان تساعدنا في نظرتنا في الوقت الحالي والمستقبل. مظبوط. احد المعالم الرئيسيه، وعشان كده الرساله بقولها برضو لحضرتك، ابن من ابناء مصر وللشباب عموما في مصر، اوعوا تكونوا فاكرين ان العمليه دي وعظمتها دي تمت كده بأرياحيه. لا، ده كان هناك في كفاح واصرار واهداف محدده، والكل يعمل من اجلها. وعشان الكل يعمل من اجلها قلنا لا، ما ينفعش، ده لازم الدراسه والعلم والتدقيق والتنسيق والتعاون وتوظيف كافه الامكانيات المتاحه لكي نستطيع ان نحقق هذا النجاح. فكان من ضمن الدراسات اللي بتتم، التساؤل اللي حضرتك قلته ده تساؤل، كيف نختار اليوم اللي هتتم فيه العمليه؟ فبتشوف بقى على مدار السنه، من حيث بقى الاحوال الجويه، ومن حيث المؤثرات الاخرى المختلفه، ومن حيث الاطراف الخارجيه، ومن حيث ومن حيث ومن حيث، وبعدين بتشوف ايه انسب التواريخ اللي من خلالها ده يبقى بالنسبه لك لصالحك افضل من التواريخ الباقي. فكان يوم عيد كبور بيسموه عندهم، اللي هو يوم اللي بيبقى فيه السكون في الجانب الاسرائيلي، اكيد ده بيساعد في المفاجاه، لان الطرف الاخر يعني في حاله استرخاء. صحيح. وعلى ما يستدعي قوات الاحتياط كمان. وبعدين ما ده على فكره النقطه دي برضو كمعلومه للساده المشاهدين، بنقولها سر لهم لاول مره، كان اهم حاجه قبل ما نبدا العمليه كانت بتسالوا كده مدير المخابرات، هل الجانب الاسرائيلي بدا في التعبئه ولا لسه؟ لان لو كان الجانب الاسرائيلي استشعر وبدا التعبئه، التعبئه تعني ان هناك حجم جديد من القوات هندفع الى الجبهه، يعني في جاهزيه، معنى كده تبقى العمليه للتتال. اكثر ايه؟ اكثر صعوبه، عايزه ترتيبات اكثر وخلافه. فمن ضمن النقاط المهمه في الخداع وفي التوقيت، اختيار التوقيت كان هو ما يتناسب، انك انت كيف تفاجئ العدو في توقيت غير مناسب بالنسبه للعدو. طيب سياده اللواء، نقطه تتعلق بالمواطن المصري نفسه، فكره صمود المقاتل في ارض المعركه هذا جانب، جانب تاني صمود الشعب في وقت مدرك فيه انه البلاد في ازمه، وبالتالي لابد من التعامل مع هذه الازمه. دي حاله خاصه وكانت واحده من الامور اللي بتدي خصوصيه لملحمه نصر اكتوبر زي ما حضرتك بتفضل تسميها. هو مش احنا اتفقنا ان المصريين دول عايزه تشوفيهم، شوفيهم في وقت الزنقه. يعني لما الدنيا تبقى ايه؟ تبقى صعبه. صح. بيبان ايه؟ بيبان معدنهم الحقيقي. ده بيبان المعدن وقوه. كانت الظروف صعبه للغايه. قولي لي، كان الناس علشان يشتروا حاجه ولا يجيبوا حاجه ولا كله حط ده الكلام ده كله ده جانبا، لم يفكر الا في شيء، كيف نستطيع كمصريين ايا كان موقع اي واحد فينا عسكريا او مدنيا، كيف نستطيع ان نستعيد ارضنا تاني ونستعيد كرامتنا تاني؟ اي تفكير في اي امور اخرى تانيه ما كانتش موجوده، وكان الكل راضي وبيقبل. ويمكن كنت بسمع كده في اللقاء السابق مع حضراتكم، يعني الزميل اللي كان بيتحدث لما قال الكل عايز يتبرع لصالح المجهود الحربي، والكل عايز وعايز وعايز، يعني كان هناك، ودي بقول ده المكنون اللي جوه الانسان المصري وعظمه الانسان المصري، ان في وقت الشده بيبان المعدن. طيب ازاي العدو في هذا التوقيت كان بيحاول يغير ديموغرافيا سين من قبل 50 سنة، وديموغرافيا سينا عاملة ازاي دلوقتي؟ لا، هي سينا دي برضو معلومة لينا كلنا،
ان سينا على مر التاريخ منذ المصريين القدماء حتى وقتنا هذا كانت بتعد في تاريخ مصر مسرح للعمليات العسكرية التي من خلال سينا دي بتحمي مصر. هي الدرع الذي يحمي مصر. ليه؟ لأن معظم الغزوات اللي كانت تأتي إلى مصر كانت بتأتي منين؟ من الشرق. يعني معظم في التاريخ المصري كله معظمها كانت بتأتي من الشرق. فكانت سينا تمثل الدرع الذي يحمي مصر ضد هذه الهجمات أو هذا العدوان يعني. فكان النظرة ليها أنها مسرح لإدارة العمليات العسكرية وليس مسرح للمنظور الاستراتيجي التنموي. خلاص. طب إمتى هذا التحول حدث؟ هذا التحول حدث عندما نجحنا في أكتوبر وأجبرنا الجانب الإسرائيلي نتيجة النجاح اللي احنا حققناه. يعني معروف كده أن إسرائيل لا تجنح إلى السلم أو لل أمور اللي ما فيهاش صراع إلا إذا كانت مضطرة. يعني هو أخذوا الدرس فقالوا لا إيه نلجأ إلى السلام. خلاص. فاللجوء إلى السلام أوجد المناخ الجديد اللي ما كانش موجود على مر آلاف السنين. إن أصبح هناك حالة سلام، ما فيش عدوان هيجي علينا. وبالتالي أصبح المنظور يتحول إلى النظرة التنموية. اسرائيل بقى النقطة عشان اجاوب على الاتصال بتاع حضرتك. اتفضل. عرفت حجم في الفترة اللي قعدت فيها 15 سنة في سينا دي، عرفت حجم الخيرات والكنوز اللي موجودة في سينا. وبصفتي محافظ سابق في سينا وعشت عمر طويل على أرض سينا، هي البقعة الوحيدة في أقاليم مصر كلها التي تتميز بكل متطلبات التنمية الشاملة. بمعنى التنمية الزراعية والصناعية والتعدينية والعمرانية والسياحية. يعني فيها كل المقومات، كل المقومات موجودة في سيناء ومليانة بقى من الخيرات. لأنها لم تستنزف من قبل. ما إسرائيل حط عينها عليها. أرض بكر. لازم نفهم كده، حط عينها عليها وكانت نفسها تنها قاعدة فيها على طول عشان وكان ازاي فيه تستفيد. كمان رغبة في ان ما يحصلش الاعمار والتنمية في شمال سيناء تحديدا، عشان يعني هذه المنطقة الاعمار فيها اكيد اكيد واحد من اهم اساليب مواجهة الارهاب. ده هو ده الدرع. التنمية والاعمار. التنمية والاعمار ده الدرع الرئيسي. صحيح. لان بالتنمية والاعمار الحقيقة هتمنع كل ما هو غير ذلك. وفي نفس الوقت معلش نبص لها برضه، لا ده مستقبل الخير لمصر. يعني دي ستعود لمصر من ناحيه المنظور الاقتصادي بكل ابعاده على الكثير من الامور. وعشان كده احنا فعلا ابتدينا في السنوات الاخيره نقول ايه، نهتم بسينا وحجم الاعمال اللي تمت على ارض سينا في السنوات الاخيره دي. يعني لا يقارن بما تم على مدى تاريخ سنوات طويلة سبق. طيب سيادة اللواء حضرتك يعني أكيد يعني شفت أجيال مختلفة متعاقبة، منها اللي سمع عن ذكرى نصر أكتوبر ومنها اللي يعني لسه محتاج يسمع أكتر من الإعلام ومن الفن ومن الأهل. رسالة حضرتك توجهها لكل الأجيال الجديدة اللي لم تعيش ذكرى نصر أكتوبر المجيدة، وهل بمنتهى الأمانة ترى أن الأجيال الجديدة مدركة لقيمة هذا اليوم، قيمة هذا النصر، وقد إيه حقق لمصر استقرارها واستقلالها لغاية يومنا ده؟ هو سؤال مهم جدا اللي حضرتك طرحتيه ده. ومن وجهة نظري الشخصية يعني أنا ما بعيبش على الأجيال الجديدة. ليه؟ لأن كل واحد فينا بشبهه بالظبط زي معلش مع احترامي كده زيه زي الكمبيوتر، في مدخلات عشان يديكي مخرجات، مش كده ولا ايه؟ صحيح. طيب فانا بقول الله، هو انا لو وصلت لهم التساؤلات اللي حضرتك بتقوليها دي كلها مش هتبقى موجوده عندهم في الخلفيه وهتخليه يفكر فيها؟ انما اذا كانت ما وصلتش طيب هو هيفكر فيها ازاي؟ معلش خلينا كده نقول ايه، امناء مع نفسنا يعني. خلاص. حجم الانتشار بأبعاد عظمة هذه الملحمة بكل أبعادها الحقيقة
سواء السياسية أو الإنسانية أو العسكرية أو الاجتماعية أو خلافه بأبعادها. قولي لي كده بتظهر فين في المحمد أنت الرسائل دي توصل من خلال إيه؟ التعليم والثقافة والإعلام. صحيح. مش كده؟ ده المثلث خلاص. صحيح. قولي لي حجم ما يتم نقول تغذيته من خلال الثلاث جهات. في التعليم فين؟ في الثقافة فين؟ في الإعلام فين؟ أنت بتدي مجرد نقول إيه؟ في المناسبة نحتفل طب خلصت المناسبة هتلاقي الأمور ابتدت إيه؟ زي ما تهدى وترجع تاني خلاص. ولادنا دول ولادنا الصغيرين دول قولي لي مثلا كده في كام كتيبات صغيرة أو بتاع أفلام صغيرة عشان تناسبهم. كرتون كده وبتاع عشان تتر لهم القصة دي خلاص. محتاجين زي ما حضرتك ذكرت كده إن إحنا نكثف من هذه الأعمال، نكثف حتى من دور وزارة الثقافة، من الإعلام برضو علينا دور كبير. وأي مواطن مصري سواء حضر حرب أكتوبر أو حتى من الجيل اللي ما حضرش حرب أكتوبر واتحكاله من الجيل اللي حضر، فهو عليه مسؤولية كبيرة جدا في أنه يوعي الأجيال اللي جاية، يقول لهم قد إيه الدولة عملت مجهود كبير جدا في هذا التوقيت، الكل تكاتف عشان يعبر هذه المرحلة، والحمد لله قدرنا أن احنا نعبر ونحفر اسم مصر في ذاكرة العالم كله في هذا التوقيت، أن هي قدرت تصنع هذا النصر الغالي على قلوبنا كلنا. كل الشكر لحضرتك سيادة اللواء علي حفزي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق، شكرا جزيلا. تسمح لي بس أختم مع حضرتك. طبعا يا فندم طبعا. أنا بسمي الحقيقة ملحمة أكتوبر دي العبور الأول، ودي فتحت لنا الطريق، كان مفتاح فتح الطريق لمصر لكي تتحول مصر من أوضاع إلى أوضاع جديدة. خلاص. رسالة برضه للسادة المشاهدين لكل الأجيال، أن الأطراف التي لا تريد الخير لمصر ما زالت حاطة في دماغها نفس الأهداف، الأهداف لم تتغير، هي الأساليب والأدوات التي تتغير. وعشان كده نشوف بقى من أول 2011 لغاية كذا سنة كانوا بيحاولوا أنهم يرجعوا مصر يعني بدل العدوان بسميها كده، بدل استراتيجية الهدم من الخارج بالقوة العسكرية ابتدوا يلجأوا الى اساليب جديده نتيجه الدرس اللي خدوه. ما هو ده الدرس اللي خدوه، استراتيجية الهدم من الداخل، واخد بال حضرتك؟ فبقول في الجزئيه دي حاولوا بقى بالتغيير المنظومه السياسيه بتاعه الاخوان، وحاولوا من خلال الارهاب وخلافه. فانا عشان كده لكن اثبت المصريين انهم هم نفس ابناء الجيل السابق خلاص، ونجحوا بسميه كده في العبور الثاني. يبقى كان في عبور اول، احنا عبورته العبور الثاني. عايز ياخد بقى نقول النقطه اللي حضرتك قلتها في الختام دي، ان احنا ناخد الحقيقه خلاصه النجاحات اللي تمت من اكتوبر، وناخد نستلهم روح اكتوبر لكي ننطلق ان شاء الله في المرحله الجايه ان شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء علي حفزي، شرفتنا وكل سنه وحضرتك طيب ومصر بألف خير. سيادة اللواء علي حفزي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق.